مشاهدي متابعي الود، اهلا وسهلا بكم في قهوة الزملكاوية في الحياة السيدة زينب. معانا مثلا اول حاجة عرفت نفسك. فكرة القهوة الزمالك جت ازاي؟ هو احنا كنا قاعدين كده مجموعة شباب مع بعض. ايوه يا قلنا عشان الراجل ده اللي راح نقطم. هو ما كانش جمع كده، كان راضي يجمع كده وهم وريح بصراحة انا ما كنتش قاعد معاهم. فالمهم طبعا جت الفكره من يوم في الاول بدانا احنا مع بعض حوالي 9 صفحات نجمع مع بعضينا وعلقنا بنرات وبتاع وبدات طعمه ومش عارف ايه. بدانا احنا نشير، بدانا الناس بقى احنا نكلم ناس عشان هم يجوا يقولوا لنا احنا عاوزين فلوس. فطبعا يحيى قال لك احنا ما ينفعش فلوس. هم بعد كده اللي هيجوا بالفعل والله مش عشان حاجه، هم الفعل ايه بداوا يجي يعني ايه يكلمونا وبتاع. انا مسؤول السوشيال ميديا عاوز اقول انا يحيى شبه عليا مش عايز انسى حتى ما اقول. بدأنا واحدة واحدة كده هو لغاية ما ربنا وفقنا وجمعنا جروب كبير جدا جدا من القهوة وبقينا نعمل تجمعات في القهوة. ايه يا اهل الزمالك في الفرقة عالية؟ بص هقول لك حاجة، هو الفرقة يعني واحدة جامد جدا. وطبعا انا النهارده مبارك انا عارف ان هو رايح شيكا للماتش الجاي. الماتش الجاي طبعا بقول لك يعني عايز اقول لك ان هو 90% بدو مش هقول لك بقى 100% 90% ماتش ان شاء الله الدوري بس الحمد لله. طبعا علامة طبعا طير كفايه ان هو بيبص الناشئين بيطلعهم احنا ما كناش نسمع عنهم ولا نعرفهم ولا نعرفهم بيهم هم بيطلعهم. طب مين اكتر لاعب لفت انتباهك لفت خاصك؟ الايام دي الايام دي طبعا قبل ما يمشي طبعا بن شرقي طبعا ده اساسي ودلوقتي احمد سيد زيزو الله اكبر عليك. شايف ان معاك الزمالك محتاجه تاخد المكان ده؟ انا عايز بلاي ميكر، عايز ديفندر، وعايز يعني هجوم بس فيرود بقى يكون محترم يكون 10 10. بس حاله تدريب الزمالك لو هيلعب مع هلال الهلال السعودي في قطر شايف يعني توقعاتك ايه من المباراه وايه المنظور؟ انا بقول ممكن الله اعلم ممكن نوصل لمركز وهنكسب ان شاء الله باذن الله. انت السكواد بتاعك حلو، السكواد مش حلو، السكواد حلو. كان هم طلبوا الزمالك ما طلبوش حد تاني. اول بشكرك على الفرق، بقول لك لسان الله الحال. مش عارف الله بابا. ايه رايك في مستوى الزمالك النهارده بعد ماتش الزمالك؟ لا هو المستوى ما كانش يعني باللي احنا شفناه في ماتش الدوري اللي فات، ده يمكن بسبب اجهاد اللعيبه بدنيا توالي الماتشات والضغط اللي حصل على اللعيبه والمشاكل الطبيعيه ده ما بيأثرش بدني بس، لا ده بيأثر على العامل الذهني اللعيب في القرار جوه الملعب. فانت بسلوهم العذر والحمد لله على التأهل. مش الكاس مش عايز اداء، مش الكاس يقعد يكسب، الحمد لله على المكسب وتأهل. شايف الزمالك الفترة الجاية الماتش المصري الجاي وماتش فرق انت هشام يا والنبي ماتش فالكو كان عشان تقدر تريح اللعيبه. ماتش فالكو ماتش فالكو الاتحاد تبدا بقى تريح اللعيبه الاساسيه اللي انت عندك 64 وعندك ان شاء الله مباراه السوبر المصري السعودي. هتبدا تبتدي بقى تدي اللعيبه الاساسيه ياخدوا الراحه بحيث ان انت توفرهم الماتش المصري. اعتقد هيبقى الموضوع مختلف لان انا على ما اعتقد ان هو هيكون في الصفقات الجديده، هيكون الموسم الجديد اللي ابتدى، فالوضع هيختلف يعني ان شاء الله. وضع الزمالك بالصفقات الجديده هتعمل الدنيا تتغير خالص يعني. طيب مين المدرب بتاعك؟ متميز بالتكتلات الدفاعيه. ساعتك ايه كان مشجع زي كده؟ ان هو مهندس الدفاعيه. والله بص هو انا عندي نظره غير الناس شايفاها، بس مثلا السيكو لما هنا في كسور دفاعي كبير جدا في فريق فاركو. نونو الميدا مدرب عادي جدا مش من السيكو اللي هو واخده، هو بس بيعمل الف ب كره القدم ازاي بقى توقف اللعيبه. اسهل حاجه ان انت تعلم اللعيبه دفاعها، لكن حته ان انت تلعب على التحولات الهجوميه او تخلي اللعيبه تادي بشكل كويس في الناحيه الهجوميه دي اصعب حاجه في التدريب. ويمكن شيكابالا النهارده ما لعبش لان هو هيكون مفتاح فوز مباراه فالكو، وفي ثغرات معينه في فرقه فالكو شيكابالا هيكون عامل اساسي فيها وان شاء الله هنكسب 3-0. طيب ايه اكتر لاعب عجبك مشجع زملكاوي؟ رفع عزك.
بص زيزو في حته لوحده يعني، زيزو 70% من فرص زمان حتى مع رجوع بن شرقي. بن شرقي مشي ما حسيناش ان هو مشي، بالعكس ده السكور بتاع الزمالك عيب. احنا بعد بن شرقي احرزنا اهداف اكتر في بن شرقي، كلمه السر فيهم احمد سامي احسن لاعب في مصر يجي من بعده بمسافه اي لاعب تاني. كان حاجه شايف الزمالك محتاج لسه فقرات الموسم اللي فات. بص احنا مش محتاجين كم، محتاجين كام؟ يعني من كتر الصفقات الجمهور عايز صفقات كتير قوي، عايز صفقات جماهيريه. لا المدير الفني يطلبه اللي هيخش بالمنظومه بتاعته ويقدر يأدي المطلوب منه. اعتقد ان الزمالك مع الناشئين اللي طلعوا مع الفرق اللي حصلت لبعض اللعيبه مع وجود فيريرا مش هيعمل اكتر من 8 9 صفقات مع رجوع عمر كمال ومروان حمدي. والله ما كان اقسم شايف توقعاتك انت ايه للمباراه؟ شايف توقعاتك ايه؟ ما من دور بعد الاخير يعني مش عارف ممكن اعزل تطلع على الدنيا على طول مع ابو تريكه. اه لا احد ابو تريكه ده احد ابو تريكه الابيض ايه الدنيا كده ساعه حازم كان بقاله فتره مش موجود، بس كان وجوده مهم مع الفريق. بعد ما كان منتخب فيه كيلو نشط مش صعب، بس نور اميره يعني مدرب فاركو هو بيعمل عشان دايما على الدفاع اتعرف على مساك ماجي يعني مش بنعرف دايما بتاع هو قال لي بس تقريبا الدعم زي ما كان لسه صغير هيقدر يكده كام سنه، انما لو هنجيب واحد كبير يعني راس الكوره في السن لا يبقى عوده الجيم مش افضل رايي انا يعني ما اخسروش. دول مهم
طبعا مع السيد عطيه ومع نديم، فالاربعه هيبقى عواد وجرمش والسيد عطيه ونديم، الاربعه دول في المركز ده كويس. عندك في الباك رايت محتاج باك رايت ضروري لان المركز ناقص. عندك في الدفاع محتاجين واحد مع رحيل لاعب معين من خط الدفاع، ما اقدرش اقول اسمه لان احنا هنفكر اللي احنا كده لازم ندعم كل اللعيبه. برضه نص الملعب الزمالك محتاج لاعب، واتمنى نبيل عماد دونجا بتاع بيراميدز، لان ده انا شايف في رايي الشخصي احسن من حاليا نص ملعب مدرب في مصر ملوش بديل في مصر. يعني مثلا هو بديل طارق حامد اللي هو في رايي انا دونجا، هو لو موجود معانا برضه محتاجين بلاي ميكر، لان برضه المركز ده فيه مشكله، وبرضه اللاعب اللي هو مركزه ده للاسف مستواه متراجع شويه، بس ما اقدرش انتقد اي حد. الزمالك برضه محتاج مهاجم مع الجزيري، وشايف ان ده بيكون مهاجم في القوم بيكون على المهاجم المصري، يعني حتى المهاجم المعارض عندنا زي مروان حمدي هيبقى اضافه لينا كل حاجه، بس برضه مش هو ده اللي هيقدر يحط عليه. اصلا انت عندك ماتشات افريقيا وبطوله افريقيا السنه الجايه هتبقى صعبه، فوجود مهاجم برضه معانا مع هونجري سعيد كبير، بشكرك جدا على الفيديو. شكرا لك. مفيش تهاون من اي خصم، هنلعب مباراه جديده مش تكون في معروف تكسب وتلعب. الحمد لله عملنا مجهود رهيب، وان شاء الله هنفضل افضل من الزمالك باذن الله. باذن الله كاس مصر والدوري ان شاء الله السنه دي نادي الزمالك ان شاء الله السنه الجايه والدوري كاس مصر باذن الله مصبوب عليه ان شاء الله. اولا الاستقرار رقم واحد، الفترة اللي فاتت المدرب أول بص مدرب مع كل الدوري مع كل الكاس مع حسب في الموسم الجديد إيه اللي مش ثانيا اللعيبة ما بتجيش تحب بعضيها. أبو جبل اليوم شفنا اللي كان بيعمل ده اللي بيطلع اللي هو مفيش وقت في الفريق، اللعيبة بتحب بعض اللعيبة بتحب يعني والله العظيم مش عملناها بقى بنكسب في اول موسم فلوس فيها اغلب جمهور الزمالك متوقع ان يطلع مركز تاني. دي حقيقه من اول وقت كده كتير بنروح شويه اللعيبه عوضه في الكون، اللعيبه بتسيبنا في نص الموسم. يعني عندك نص ملعب طارق حامد ده يعني لا غبار عليه، ده الفرق بكتير. رقم واحد لما حصل تعود محمد عواد كتب هو بلغه الكوره يعني في كتب هو في المرمى هو رقم واحد انضم لمنتخب مصر، ربنا وفقه وحصل اصابه لكن محمد الشناوي كتب هو في منتخب مصر هو كان راح قسم بتاع يعني احنا اللي لما الناس كلها بدات تتكلم عليك وعن طريق كذا شفتها جيت اللي انت من 60 جنيه الزمالك عامل معاك وصرفت جنين الزمالك عامل معاك خالص ما قلتش الزمالك كيلو عليا، لا انت قعدت مع عايز يبقى في السعودي وتفاوضت مع
معاهم وده بروح كمان حط الفرقه من العادي بتاعك سيب جمهور نادي الزمالك حتى اللي بيحبوا لك وبيشجعوه. في نفس الوقت لما النصر السعودي ما خلاص استغنى عنا وجاب اسبينا طبعا اسبينا يعني حارس نابولي يعني لا فيش حد مقارنه اصلا بان حارس نابولي محمد ابو جرى جاي دلوقتي تتمسح نادي الزمالك وداخل في نقطه اصلا تخش الاداره ايه لان انت تتمسح بجمهور نادي الزمالك لا خلاص ممكن تتقفل ما بيننا خلاص احنا دلوقتي عندنا زي الزميل اللي كان احمد داي احمد دلوقتي احنا طالعين ماشيين كله عندنا منجم نادي الزمالك عنده منجم ده طالعين ماشيين ده قايلين عليه لا احنا نعمل 10 فرص يا قد ابو جبل ومع احترامي ليه 100 من ابو جبل كمان احنا نادي الزمالك احنا نبص على نجوم مش نجوم هي اللي بتعمل نادي الزمالك يعني كابتن اشرف بن شرقي لعيب كبير يعني حوار الكبير كبير واحترم جمهور الزمالك في ناس جمهور عليها اوريدي النادي ما عندوش الكابتن اشرف بن شرقي عمله وقت احنا بنحبه ولو في نصيبه يرجع نادي الزمالك هيرجع طبعا لانه ما مشيش غصب عنه ولا لابو يتباع ولا لك لا العقد ولا تساوم مثلا بورد الاهلي بل بالعكس الاهلي عرض عليه فلوس كتير جدا وهو رغم ان جنسيه الزمالك حبا جمهور نادي الزمالك ما تقعدش مع الاهلي ده اللعيب اللي انا غير ما اشوفه خلاص. الناحيه الثانيه انا عندك في الجانب السياسي او في يعني يدور حاجات في الجانب السياسي ما يصفر في نص الملعب نفس الكلام ماشي يعني امام عاشور ده جاي الجانب من بدل بعيد بص امام عاشور ده من احسن لاعب رقم 8 في مصر احسن لاعب رقم 8 في مصر احنا بقول لك اللي عملناه امام عاشور ده اصلا كان في مركزه وسط ملعب مركزه صناع العاب وينج جه وصفناه في نص الملعب اجاد باحسن نص ملعب في مصر مش يلعب على امام عاشور القرن لو انا مدير فني منتخب مصر محمد النني وامام عاشور غير كده ده العروش ولا بقى محمد جاي محمد بقى ايه مركز سته لا النني كابتن امام عاشور يلعب على عمر السولات حاليا المستوى اللي بيأديه ولا اللي بيأديه لا امام عاشور يلعب على عمر السولات عمر السولات وطبعا نادي الكلام انا بقول لك نادي السولات نادي كبير كبير بجماهيره واحد كبير بإضافته كبير بسلسة هو واحد بيقول لي رمضان الزمالك ان شاء الله ان شاء الله اللي هيحصل باذن الله ربنا يوفقك.